السلام عليكم، يا هلا ويا مرحبا، شلونكم؟ عساكم طيبين، أتمنى الجميع يكونون بخير. واليوم شوية راح أتعبكم معاي وأطلب منكم تلبسون عسكم الله أحذية رياضية، لأن راح نمشي وايد في المكان اللي رايحين له. العنوان واضح صح؟ رايحين حق ممشى مول العاصمة. فأولا نتكلم عن هذا المكان اللي احنا رايحين لمول العاصمة، وأقول لكم إنه موجود في منطقة شرق بالكويت العاصمة، وبهالمنطقة هذه هذا المول يعتبر الأكبر، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هم سووه بثمانية 11 سنة 2021 افتتحوه، والمكان هذا صراحة يعني نقضي فيه أوقات، يعني أنا بالنسبة لي أتكلم عن نفسي وايد أحبه، وهو مع الكوت الجديد، هالأثنين the best عندي. فوين رايحة؟ مول العاصمة. وين تاكلين؟ مول العاصمة. إلا السينما، السينما ما أروح لها وايد، رحت مرة وما كررتها أمانة، يعني لأسباب خاصة. فها استعديتوا؟ لبستوا؟ يلا بنوصل المول، وراح نروح للممشى اللي موجود في الطابق الخامس والسادس. فراح تلاحظون لقطات الفيديو كلها راح تكون من فوق لثلاثة أسباب: واحد، ممنوع التصوير اثنين، ما أبي أصور ناس، ثلاثة، الممشى فوق. وأنا مشيت لأن لازم أمشي وحرك ريولي خاصة في عمري، واليوم أنا اضطريت أنزل للموقف السرداب رقم ثلاثة، كله متروس ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ما في مشكلة، كل عمان دروب على قولتهم. وصلنا، هذه الشاندريلا الكبيرة العملاقة اللي تحلي المكان، وهذا الدور الخامس اللي موجود فيه الممشى على كبر المول. ممشى مريح، اللي خاف من الارتفاعات لا يطالع فيديوهاتي يصك ويطلع ولا قمض عين وفتش عين. المكان شرح حلو، إضاءته وايد لذيذة، تحسون الشمس معاكم، براد اليوم، ماكو ناس وايد، مع أنه ما أدري ليش نزلت للطابق الثالث السرداب الثالث، ولكن هدوء هدوء، المكان هدوء. وكان هذا قبل وقت صلاة الظهر، يعني يفترض في ناس، وخاصة احنا مقبلين على عيد، فالمفروض يعين تسوقون، لكن بتطالعون بالفيديوهات ان ما في ناس وايد. هذا التراك اللي في الطابق الخامس مخصص للمشي، وهذه التعليمات قبل لا تبدون تمشون. اللي ملابس حذاء رياضي لا يجي معانا لو سمحتوا. يلا نبدي نمشي شوي شوي ونستمتع بالبراد والأجواء الحلوة الشمسية اللي موجودة بكل مكان في هذا المبنى الرائع. منظر يهبل هني. هذه مو عشان الواحد يقعد ويرتاح، لا، هذه من المحلات اللي ما بيقول أساميهم، يحطونهم نوع من العرض حقهم، ونفس الوقت الواحد يقدر يقعد عليهم يشوف متانتهم جودتهم، يعني عصفورين بحجر. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، محلات، مطاعم، كوفي شوبات، أماكن السبا، الأماكن الرياضية، الأسقف الجميلة اللي فيها شجر
everywhere، الارتفاعات الحلوة اللي واحد ما يمل منها، في سينمات لسنسكيب، أماكن لعب الأطفال، لقيت مكان فاتشينا اللي هو الجليد لاندر زيرو، ما أدري شنو اسمه، هذا جديد بس ما حبيت أصوره عشان ما أبي أصور اليهال. ومتع عينك ومتعي عينك في المساحات الكبيرة والارتفاعات الحلوة والمناظر اللي على قولتهم تخبل. الحمد لله رب العالمين إن عندنا أماكن مثل هذه الواحد يقدر يمارس رياضة المشي فيها بدون تعب، وعفوا بدون عرق، وبدون يعني مكدة ومشقة. هي العيب الواحد يمكن يكون عند ناس وايد، فكرة إنك تطلع من البيت وتروح مكان نوعا ما بعيد عن بيتك، تصفط سيارتك وتصعد تمشي لك ساعة، ساعة ونص، ساعتين، تطلع ترجع متليش البيت وما أعتقد راح تيجي ثاني يوم. هذا عيب الفكرة، يعني العيب فينا مو بالمكان، بالعكس. يعني أنا أشكرهم، أشكر الإدارة، إدارة المول وأصحاب المول والشركة المالكة لهذا المول، على إنها فكرت تحط لنا تراك أو تراكين بالدور الخامس والسادس للمشي. يعني جزاهم الله خير فكروا فينا. إيه هو العيب فينا إحنا؟ يعني لو الواحد عنده عزم وإرادة إنه يمشي كل يوم في هذا المكان الحلو، في مولات كثيرة ترى حاطين تراكات مشي، بس هذا الأحدث. واحد يدور شيء جديد يعني للعين أحسن نفسيا، أمانة هي الشغلة نفسية أكثر منها يعني. فالمكان يستاهل العنوة ويستاهل الصدة ويستاهل واحد يروح له، تسوق حلو فيه والأكل حلو فيه، تمشي حلو فيه، قضاء أوقات عائلية مع الأصحاب وايد حلو ويستاهل. أنا أرشحه يعني حيل وبقوة، بالصيف حلو وبالشتاء حلو. فشدوا العزم، واللي يبي يخفف وزن، اللي يبي يفكر، اللي يبي يرتاح، اللي يبي يصيد، إيه حق هالمكان عشان هو المكان المناسب أمانة لكل اللي قلته. ومو شرط يمشي بروحه، يتواعد مع أصحابه، يمشي مع أهله، مع عائلته، وايد حلو يصير تجربة حلوة. أتمناها للجميع اللي موجودين على أرض هذه الأرض، الكويت الطيبة المعطاءة، حبيبتي ديرتي الكويت اللي ما قصرت علينا في يوم من الأيام، وكل يوم تفاجئنا بشيء حلو شيء جديد. وأشوفكم على خير، في أمان الله.